أستاذ في الرسم التقليدي بالحبر المخفف بالماء بروح إبداعية، يعود للفنان تشو تين تشين الفضل في ابتكار أسلوب مميز، وقد منح 5 جوائز متتالية في المعرض الصيني للفنون الجميلة. ويتنوع أسلوبه وتركيزه في فترات مختلفة بشكل كبير. بالرغم من رسم الشخصيات بحبر مخفف بالماء أحادي اللون، لكنها تظهر وكأنها مفعمة بالألوان وتترك متسعاً للخيال. استطاع تشو تشينغ تشين تصوير هذه الشخصيات ببراعة لأنه نفسه أحد محبي أوبرا بكين. كيف بدأ تشو تين تشين رحلته الفنية؟ في الصف الأول الابتدائي أظهر موهبته الفنية حيث كان يرسم عادة على السبورة. انبهر معلمه بفنه فلم يعاقبه، بل سمح له بأن يحل محل معلم الفنون، وأصبحت لوحات الطبشور الغريبة بداية هذا الفنان الناشئ. 我当时个儿比较矮嘛，就踩在老师的坐的那个凳子上，在黑板上画。 يقول تشو تين تشين إن حبه الراسخ للرسم الصيني التقليدي بدأ بتقليد الأعمال البارزة. 我当时实际上没有一个正儿八经的老师，凡是画的好的，我能看到的画都是我的老师。我记得我第一次用宣纸、毛笔。 中国画颜料去临摹一张山水画，后来才知道，我选的是后来任我们江苏省国画院院长的钱胜元先生，他的一幅作品。上小学的时候，有一位知青，他喜欢画画，我的师老师，他应该算是我的启蒙老师，他教我画素描，对以前的老师，我都非常感恩，铭记在心。 ولد تشو تين تشين وترعرع في مدينة نانتين التاريخية وتأثر بشدة بجوها الثقافي. 我的名字里边就有一个京，我这个京就是南京的京。南京很放松，有底蕴，但是又不傲慢。南京很包容，但是又很有这种地域的自信。我处处能够感觉到南京的这么一种特有的，曾经是帝王都，但是 لم تكن رحلة تشو تين تشين الفنية سلسة رغم ذلك، فبعد تخرجه في المدرسة الثانوية عام 1977 عين عاملاً بأحد المصانع،
وفي العام نفسه أعادت الصين العمل بنظام امتحان القبول بالجامعة، فتقدم فوراً لامتحان كليات الفنون الجميلة لكن لم يتم قبوله. وبعد 3 سنوات اجتاز أخيراً امتحان القبول بجامعة نانتينغ للفنون والتحق بعالم الرسم بالحبر المخفف بالماء. في البداية ظن تشو تين تشين أن الرسم الدقيق بالفرشاة مناسب أكثر للفتيات، وتمسك بالرسم التخطيطي الحر بالحبر المخفف بالماء، واكتشف تدريجياً عدم وجود تعارض بين الاثنين، بل إنهما يكملان بعضهما البعض. يعرض مشروع تخرجه الذي يحمل عنوان سلسلة لوحات حافة المياه في متحف الفن الوطني الصيني الآن، ويعد عملاً بارزاً للرسم الدقيق بالفرشاة للشخصيات. 这一组创作的那个过程当中，我应该说是很投入的。我专门去了山东的水泊梁山，我一个人去考察。我的感觉就是他们一个个都是有真性情的，很豪放，路见不平拔刀相助。但是每一个人都要有个性，每一个人都要有各自非常有特点的形象。所以我在画的时候，刻意的把每个人的形象做了一个大幅度的夸张，脖子画歪，身体圆滚滚的。 يواصل تشو تين تشين التفوق على نفسه في إبداعته، وبعد نجاحه في الرسم الدقيق بالفرشاة حول تركيزه ورسم لوحات غرباء يانشو الثماني المختلفة كلياً بعد بضع سنوات. 强烈，而羊脂八怪是淡彩，所以在制作上完全不同。另外，在画面的气息上，水浒组画是一个满构图，而羊脂八怪是一个空构图。我只用能够画得下人物的小纸片，画八个人物，分别排列在画面的四周，提拔放在了正中间。但是最后，我觉得好像还缺点什么。 画面完成了之后，我又在画上面加了一个横头，所以整个过程相对来说，我也是三番纠结。我就是想要表现出扬州八怪那种出世的、那种淡然的、那种超脱的，是吧？这么一种文人的情怀。 وبجانب تصويره الموضوعات التقليدية، أراد تشو تين تشين رسم حياة الناس المعاصرين، فخطرت له فكرة خلال رحلاته عبر الصين. 我当时对现实题材不仅有兴趣，而且强烈的有兴趣，很想拿出一件哪怕自己比较满意的作品，但是做不到，所以那种难受、那种憋屈。出去考察的时候，我去了新疆啊、西藏啊、云南啊、贵州啊，回来都会画一些创作。从80年代中期到90年代中期，真的是。 整整10年时间，我记得有一次去考察，看到了大足石刻，非常吸引我，尤其是那些未完成作品，石块方方整整切割的痕迹和半成品融为一体，那种强烈的对比，那种过程当中体现出来的雕塑感，强烈的刺激我。我实际上水墨雕塑的这么一个定位。 لم يتخلى تشو تين تشين عن مساعيه رغم الشكوك، وفي عام 1995 أقام معرضاً منفرداً مثيراً للجدل بمتحف تيانسو، وتباينت موضوعاته تماماً عن الرسم الصيني التقليدي بالحبر المخفف بالماء، حيث استبدل الأزهار والطيور والحشرات والمناظر الطبيعية بشباب يرتدون المعاطف الجلدية وسراويل من الجنس. قال البعض إن لوحاته بالحبر تخريبية حتى مع وجود علامات لتقنيات الرسم الغربي بالزيت، وبعضهم قالوا إنه منح الرسم بالحبر حساً استثنائياً بالنحت. يدمج هذا الاتجاه الجديد المتمثل في منحوتات الحبر
أسلوبين فنيين، ويستخدم لمسة عريضة وقطع حبر كبيرة لإبراز حجم الحبر على الورق. 看似完全不相干的艺术表现的特质，结合在一起，最后才能产生一个我独有的，而且是特别的一种语言设计。98年，我创作了一幅很大的3米多高的一张战红图，用我的水墨雕塑语言的塑造方法，把在洪水当中奋不顾身、用身躯去阻挡汹涌的洪水的那些战士们，塑造成一个铜墙铁壁，一座耸立的丰碑。 12```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 2
我觉得这对我来讲是一次精神上的洗礼。يفسر تشو تين تشين ما قاد استكشافه الجريء في التعبيرات الجديدة لوسط الرسم الصيني التقليدي. 我们在艺术道路上探索要有方向，我们的方向要有使命感，要有责任担当，追求经典、科学创新，就体现这么一种方向。艺术是有风骨的，艺术的风骨体现在传统经典向我们展示出的它的魅力。齐敏维新源自《诗经》，江苏省国画院的第一任院长傅抱石先生就曾经刻过一方闲章，就是叫《齐敏维新》，这也最后成为了我们江苏省国画院和新吉林画派的一个学术方向。我觉得在他们身上，我们能够看到艺术风骨的光芒。中国画艺术在我心目中是一座桃花源，从走进这座桃花源开始，我就不断地去探索和发现，不断地得到惊喜和启迪，也不断地能够感受到这座桃花源无限的美好和无限的蕴藏。不过我从来没打算就此安顿下来，我想要从这里走出去，找到一个适合我自己的地方，去建造一座我自己的桃花源。这听起来是一件挺浪漫的事情，要真正做到实际上是很难的。我们传统中国绘画当中的笔墨通常会被理解为以线条为主，当然这也是事实，但是笔墨不等于线条。从五代开始一直到明清，这么长的一段时间当中，出现了为数不多的不以线条为主，以大笔阔笔铺陈为主的这么一种写意表现，他们也成为了经典，也说明了中国绘画当中线形的语言和面形的语言是可以交融，是可以转换的，他们之间本身就没有明确的界限。我的水墨雕塑也是一种面性语言的一种探索。到现在我更加坚信，传统中国绘画艺术之所以能够成为我们中华文明的经典，正是因为它给我们这些后人留下了无限的探索的空间。只要我们能够坚守自觉、自立、自尊的信念，坚持不懈的探索追求，就能够达到自己预定的目标。齐敏维新的艺术风骨所体现的不仅仅是个人的艺术成就，更是以一种实实在在的作为传承艺术经典，彰显文化自信。قام الفنان تشو تين تشين البالغ من العمر 64 عاما بتكريس معظم حياته المهنية من أجل تصميم لغة مرئية فريدة بشجاعة وتفاني وشغف، وربما يقود أسلوب منحوتات الحبر إلى شيء أكثر ابتكاراً.